يكون واحد محمد السادس من 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 يكون واحد محمد السادس عاش الملك عاشت الأسرة العلوية عاش. الله ينصرك سيدنا الله يحفظك الله يعلي مقامك امين الله يخليك دائما منور الله يشافيك ويعافيك ويخليك لينا سيدي ربي تاج فوق راسنا الله ينصر الأسرة العلوية يعقوبي سيري ناجية رئيسة جمعية النهضة للمرأة والمواطنة انا تاجره في المبادره الوطنيه في مول فلوري وضد هذيك القناه هذه اللي تخرجت ديك الهضره وداك داك الارفاض وداك الشيء حنايا ما تنبغيوش كمغاربه ما تنبغيوش داك الشيء وبالنسبه للشعب الجزائري حنا خاوه خاوه كما تيقولوا هما وتنوجه لهم الشكر مسانديننا ومساندينهم وانما الجنرالات ديالهم لا بركه حتى لذاك الشيء حنا مغاربه وحنا متشبتين مع بعضياتنا حنا دائما وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله حنا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة محمد السادس الله يخليه لينا الله يطول له العمر الله يبارك فيه وبارك في وليداته وفي الجنود دياله الله يشافيه الله تعالى وعلى يسهل أمره ويغلبوا على من عاده 40 مليون نسمة داخل الوطن وخارج الوطن ديال المغاربة كل هاد 40 مليون كل هاد مورا جلالة الملك الله يخليه لنا وحنا تنعيش من ثروات المغرب والمغرب ديالنا خط الأحمر والملك الله ينصر سيدنا محمد السادس فهمتي حنا عندنا الثروات ديالنا وعمرنا ما تنسيئوا لشي بلاد ويخليوا ملكنا عليه حنا المغاربة دائما بعضياتنا متشبتين من طنجة حتى للقويرة وبركة وبركة وقلتها في الفيديو السابق حنا ما تقدوش علينا الجنرال ضد الجزائر احنا صعب عليكم وحنا دائما مع السدة العالية بالله وانما هاد الجنرالات هادو اللي تيهضروا ويصوبوا مع المرتزقة محمد السادس الله ينصره ويحفظه ويخليه لينا سيدي ربي ولا تبقى فينا نقطة واحدة ديال الدم احنا وراءه الله ينصره ويحفظه ويعلي درجته ويخليه لينا سيدي ربي يرجعوا للوراء يرجعوا التاريخ وقت الاستعمار شكون لقات لقات المغاربه حنا دائما في السراء والضراء وحنا عمرنا حنا ما تنبغيوش حنا على ملكنا ملكنا تاج فوق راسنا ملكنا بانا وبين الفقراء ملكنا تاج فوق الريوس ديال المغاربه كاملين هذاك شعارنا الخالد الله الوطن الملك ابا من ابا وكره من كره حنا الملك غادي نبوسوا له اليد اليوم وغدا وهما ماشي شغلهم والله دائما غادي نبوسوا اليد حنا غادي نبوسوا البوسه دائما 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 واللي تنقول عاش الملك والله ينصرك سيدنا الله ينصرك على اللي عاداك الله يغلبك على المجرمين الله يغلبك فهمتي ومن هذا المنبر هذا تنقول الله يشافيك سيدنا وحنا دائما وراء السدة العالية بالله حنا دائما موراك وملكنا أشرف ملكنا سيد الأسياد باش يهضروا ويخرج يديروا في التعاليق هاد الإذاعة ديال الشروق ولا شنو هي ما ديرش هذاك الشيء سيد الأسياد فهمتي حتى ملك ملكنا عظيم الخيرات حنا غير البنان تيدير 8 دراهم سير الجنرال قيله من تقع ما تاكلو وتهضر وعاش الملك وبركة وما تقدوش على المغرب ما تقدوش على المغاربة ما تقدوش على المغاربة ملكنا عزيز ولله يفتح علينا الله يحفظك سيدنا الله منتدى السعداء وحماه دمت منتدى وحماه عيش في الأوطان للعلا علوان ملء كل الجناح ذكرى كل لسان بالروح
هادي تنشكروا هاد القناه هادي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.